يا النويت زيارتك جيت واسيك بليالي الفاطمية، من سجدت بعتبتك ذكرت بالعتبة شجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي المشاهدين حياكم الله أينما كنتم في هذه التغطية الخاصة من قضاء الدبوني التابع لمحافظة واسط، حيث أقام منتدى الإمام الحسين عليه السلام في هذه الذكرى لشهادة الزهراء البتول عليها السلام منتدى دينيا وبرامج خاصة في هذه الذكرى العظيمة. ابقوا معنا لمعرفة التفاصيل. ذكرت بالعتبة شجرة عينك الله يا ابو اليم. من فضل الله عز وجل اليوم شارك وفد العتبة الكاظمية المقدسة في هذا المهرجان الذي يقام في محافظة واسط في منطقة الدبوني بمناسبة وفاة مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وهذا مهرجان سنوي يقام في هذا المكان. العتبة الكاظمية المقدسة حرصت أن تحضر مثل هذه المهرجانات، مثل هذه الفعاليات المهمة، بالتالي حضورنا هنا فيه دلالة ودلالة مهمة جدا على تواصل العتبة الكاظمية المقدسة مع أمثال هذه الفعاليات الكبيرة، فضلا عن تكريم عوائل الشهداء في مثل هذه الأيام في هذا المكان. رأينا فعاليات حقيقة فعاليات مهمة ونحتاج إليها، فبالتالي هذا التواصل هو تواصل مهم. التراب يا حسيني وشفت نار تطراف الحجاب من دفعة والباب طاحت فوق. يقيم أهالي الدبوني هذا اليوم مهرجان الزهراء السنوي العاشر بالتنسيق مع العتبات المقدسة، العتبة العلوية والعتبة الحسينية والعتبة العباسية والعتبة الكاظمية والعتبة العسكرية وهيئة الحشد الشعبي. مهرجان الزهراء السنوي العاشر الذي انطلق منذ 4 أيام، حيث افتتح بداية بمعرض للكتاب الذي شاركت به العتبات المقدسة وبعض دور النشر، وأيضا تخلل من فقرات هذا المهرجان لقاء بشيوخ العشائر والأكاديميين. اليوم ختام فعاليات المهرجان، وهو المهرجان العام الذي تشترك فيه العتبات المقدسة في العراق، لا سيما العتبة الكاظمية المقدسة، وافتتح المعرض منذ 3 أو 4 أيام. اليوم يقيم منتدى الإمام الحسين عليه السلام بالتعاون مع وحدة المواكب الحسينية. مستمرون معكم أحبة المشاهدين في هذه التغطية الخاصة بذكرى شهادة فاطمة الزهراء عليها السلام، وضمن الفقرات المتنوعة التي أقامها منتدى الإمام الحسين الثقافي عليه السلام التابع للعتبة الحسينية المقدسة في ناحية الدبوني أقام معرضا خاصا بالكتاب. ابقوا معنا لنتعرف على أهم الجهات المشاركة في هذا المعرض الدائم. حسين كنت بياك من وقاع محسين أخوك بعتبة الدايا، همسحقت على الجمر همسحقت على الجمر وأظن مثل أمك بشف. بدعوة مباركة من منتدى الإمام الحسين الثقافي في ناحية الدبوني لإقامة معرض الكتاب السنوي العاشر، شاركت العتبة العسكرية المقدسة بنتاجاتها الفكرية والثقافية والتاريخية والفقهية من إصدارات مركز تراث سامراء التابع للعتبة العسكرية المقدسة، المعني بنشر ما كتب في سامراء وعن سامراء، والحمد لله رب العالمين. للعتبة العباسية مشاركة في مهرجان الشهادة السنوي بنسخته العاشرة، حيث كانت لها رعاية المهرجان بالإضافة للعتبات المقدسة التي ترعى المهرجان، وكان لها حضور في أيام المهرجان وفي في يوم ختامه. ومن ضمن الفعاليات المشاركة فيها العتبة هو جناح خاص بالنتاجات الفكرية والثقافية التي انتخبت لها عدد من الإصدارات لما تناسب المهرجان. هي فوقي وليدها من وقاع محسينها طاحت
هي فوقي وليدها تمنت هلي وليد للطفين خلق حيد لظهرك. نحن كعتبة الحسينية شاركنا من ضمن مهرجان الشهادة السنوي لنسخته العاشرة في مدينة واسط ناحية الدبوني. مشاركة العتبة مشاركة فعالة من جناحها متميز، يتضمن هذا الجناح عديد من الإصدارات. كل هذه الإصدارات هي من إنتاجات العتبة الحسينية. أهم هذه الإصدارات هي المختصة بهذه الذكرى، صاحبة هذه الذكرى الزهراء عليه السلام. هناك جناح خاص لذكرى وحياتها وكتب تروي عن حياتها الزهراء عليه السلام. حرصت العتبة العلوية المقدسة في المشاركة في هذا المهرجان في منطقة الدبوني في ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء. المشاركة في هذا المعرض نشر فكر أهل البيت عليهم السلام. طبعا احنا هذا المهرجان العاشر نقيمه لفاطمة الزهراء سلام الله عليها والتجمع النسوي. يعني احنا مثلا قدمنا للأهالي دعوة من خلال المدارس ومن خلال المجالس الحسينية بأن تحضر. أكثر شيء يعني أكدنا على الشابات لأن نريد إن شاء الله نقتدي بالزهراء عليها السلام. نحمد الله ونشكره على هذا اليوم العظيم اللي نقيم به مهرجان الزهراء، وشرف عظيم إن طبعا اللي نأدي هذا الدور اللي نعكس الصورة إلى هذا المجتمع عن سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء. وإحنا شقد ما نسوي طبعا هذا فالشي كلش قليل وعاجزين عنه، وإحنا هذه الفترة كلها نشتغل على مدار السنة لنعكس هذه الصورة إلى خواتنا الموجودات بهذا المجتمع، إن هي قضية الزهراء هي قضية فكرية أخلاقية إيمانية المفروض على كل وحدة تقتدي بها لأن هي سيدة نساء العالمين. ما تقدر تقول وانحرمت مني الطفولة وشفيت مني الزغر أبا عبد الله سيدي. إذن إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه التغطية الخاصة بذكرى شهادة فاطمة الزهراء عليها السلام، وهذا المهرجان الحزين الذي جسد جزءا بسيطا من مظلومية السيدة الزهراء عليها السلام. تقبلوا تحياتي أنا علي عباس ومن كان معي خلف الكواليس محمد كريم. إلى اللقاء.